ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام للمنظمة لمنظمة أم القرى الإغاثية الدكتور عبد القادر محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، وزعتم منحا مالية لطلبة ومدرسين في الثانويات الإسلامية بمدينة كركوك، هل لك أن تطلعنا أو هناك من يرى أن هذه الحملة نوعية؟ لماذا وجهتم جهودكم لهذه الفئة بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لله شكرا لكم، وأقول رمضان مبارك وعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. اللهم الحقيقة هذه جاءت هذه الالتفاتة من المنظمة هي الوجبة الثانية من القرى لرعاية الطلبة والمحاضرين الناجحين في محافظة كركوك في السنة. بعد الوجبة الأولى التي تمت في الماضي، جاءت هذه الحملة الثانية لتوزع المنح المالية على 5 مدارس الثانويات الإسلامية من البنين والبنات، ويكون مجموع المدارس التي تم التوزيع عليها 11 مدرسة موزعة في هذه عموم محافظة كركوك بالتعاون مع الإشراف على المدارس الإسلامية في المحافظة. بهذه الوجبة الثانية جاءت في واقع توزيع أكثر من 210 طالبا وطالبة من المحافظة. طيب، يعني كيف وجدتم مقابلة الطلبة والمدرسين وذويهم لهذه الحملة؟ نعم، هم يعني كانوا مسرورين جدا في الحقيقة لهذه الالتفاتة من المنظمة لأهلنا وإخواننا النازحين خارج المخيمات النزوح، حيث يعني في الحقيقة لا يلتفت إليهم الكثير من المنظمات الإغاثية الإنسانية. هؤلاء كان كل تركيزهم على النازحين في المخيمات، نحن التفتنا إلى هؤلاء النازحين الطلبة لدعما لمسيرتهم التربوية والعلمية، أيضا الكثير من أبناء العوائل النازحة وغمرتهم الفرحة وشكروا المنظمة على هذه الالتفاتة الطيبة، وسيما في شهر رمضان المبارك ورعاية هؤلاء الطلبة والمحاضرين ممن عدهم السبول ولا يستلمون الكثير منهم رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية بسبب يعني عامل النزوح. هل ستتكرر هذه الحملة النوعية في مناطق أخرى برأيكم؟ نعم، يعني مستمرة يعني المنظمة في هذا الجانب، يعني رعاية الطلبة والمدرسين والمعلمين، وليس فقط في المخيمات النزوح ولكن أيضا في الجامعات والمقاطع الداخلية وعلى طلبة الثانويات والمدارس الإسلامية في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى اللي كانت أيضا في السليمانية وغيرها من المدن التي تشهد وجود للطلبة النازحين وأيضا عموم المتحدثين من العوائل الكريمة. كان معنا الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، شكرا جزيلا لك.